أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذن في إطار دروس المستوى السادس ابتدائي هنشوفوا الدرس كيتعلق بالنشاط العلمي. الدرس في الوحدة الأولى اللي هو شروط الاحتراق، وهنشوفوا الحصة الثالثة. إذن بالنسبة هنخدموا هذا الدرس انطلاقا من كتاب التجديد في النشاط العلمي للمستوى السادس ابتدائي بصفحة 10. إذن عنوان الدرس هو شروط الاحتراق، اللي هو كتسمى بالفرنسية conditions de la combustion. إذن أول حاجة شنو هو الهدف من الدرس؟ أن يحدد المتعلم شروط الاحتراق. خاصكم تعرفوا انطلاقا من هذا الدرس شروط الاحتراق. إذن objectif déterminer les conditions de la combustion. إذن أول حاجة عندنا واحد الوضعية، ولاحظ وأتساءل. إذن انقطع الكهرباء فجأة فأشعلت ريتاي الشمعة، ولما أحست بأن دخانها يضايقها نكست فوقها كأسا زجاجيا. حينها بدأت شعلة الشمعة في الانتمحلال. إذن أول حاجة بالنسبة نحاولوا بالنسبة للدرس كيكون يعني كنبداو بتساؤل، كنبداو بافتراضيات اللي يعني شنو الإجابات المحتملة على هذا التساؤل، من بعد كنتحققوا من هذه الفرضية انطلاقا من الأنشطة أو التجارب. إذا بالنسبة كما كتشوفوا وثيقة واحد، ريتاج يعني تقطع الضوء في الدار، وشنو عملات؟ خدات الشمعة وشعلتها، ولكن الدخان ديال الشمعة بدا كيديرونجيها. شنو عملات؟ خدات واحد الكاس ونكسته فوق الشمعة، يعني كنقول نكسات فوق الشمعة يعني شدت الكاس ودخلت يعني الكاس يعني دخلت الكاس يعني في الشمعة. اذا الشمعة وصلت وسط الكاس. اذا شنو هي الفرضية اللي غنقولوا قبل الفرضية؟ شنو هو التساؤل اللي غنطرحوا بالنسبة لهذا الدرس؟ التساؤل لماذا انطفأت الشمعة؟ اذا هي من عملات ودخلات يعني نكسات الكاس وسط الشمعة، شنو وقع الشمعة؟ يعني طفات، انطفأت الشمعة. اذا التساؤل اللي غنطرحوا لماذا انطفأت الشمعة؟ اذا السؤال او التساؤل اللي غنقولوا في هذا الدرس او هذه الحصة التساؤل. إذن عنكتبوا التساؤل هو لماذا انطفأت الشمعة؟ لماذا انطفأت الشمعة؟ هذا هو التساؤل اللي عنجاوبوا عليه من خلال الدرس. إذن لماذا انطفأت الشمعة؟ إذن شنو هما الفرضيات المحتملة اللي عنطرحوها بالنسبة لهذا الدرس؟ إذن نقولوا انطفأت الشمعة لأن ثنائي الأكسجين الموجود داخل الكأس نفد واستهلك. إذا ما بقاش الأكسجين داخل الكأس، وهذاك الأكسجين هو اللي كيؤدي إلى اشتعال الشمعة، يعني ما بقاش ويطفى الشمعة. إذا إلى انطفاء الشمعة. إذا سنكتب الافتراضات يعني شنو كنتوقع كإجابة على هذا التساؤل. إذا لأن ثنائي ماذا؟ الأكسجين. وشفنا عترجعوا الدروس اللي قبلها، شفنا هذا الشيء ديال ثنائي الأكسجين اللي يؤدي إلى اشتعال الشمعة إلى آخره في الحصة الأولى والثانية. إذا لأن ثنائي الأكسجين الموجود ماذا؟ داخل الكأس اشنو قالوا؟ نفد يعني ما بقاش، نفد واستهلك يعني ما بقاش، مما ادى الى انطفاء الشمعة. مما ادى الى انطفاء الشمعة. هذا هو الافتراض. اذا لان ثنائي الأكسجين ماذا؟ الموجود داخل الكأس نفد واستهلك، مما أدى إلى انطفاء الشمعة. لأن ثنائي الأكسجين الموجود داخل الكأس نفد واستهلك، مما أدى إلى انطفاء الشمعة. دابا غنتحققوا من هذا الافتراض. إذا غنمشيو دابا الأنشطة. إذا غنبداو أول النشاط الأول. بالنسبة للنشاط الأول وغنشوفو في هذا الدرس ماذا؟ غنشوفو شروط الاحتراق. إذا غنشوفو النشاط الأول هي الحرارة لا شالور. إذا غنشوفو النشاط الأول ما هي شروط الاحتراق اللي كت يعني شروط الاحتراق يعني
إذا اختل هذا الشرط يعني ما يكونش هناك اشتعال للشمعة. إذا نشوفوا شروط ماذا الاحتراق، ونبدأ بالنشاط الأول اللي هو الحرارة، ونشوفوا الشرط الأول. إذا أعيد إشعال الشمعة بقداحة، إذا أذكر نوع الطاقة التي توفرها القداحة لاحتراق الشمعة، وحدد شرط الحصول على احتراق الشمعة. إذا هنايا اشنو هنايا عندنا قداحه بجانب الشمعه، اذا هاد القداحه اشنو كتوفر لنا؟ كتوفر لنا الطاقه الحراريه. اذا هنايا شنو كاين في هاد؟ كاين الهواء، اذا الهواء متوفر، اذا الهواء متوفر ولكن الشمعه ما شعلاش. اذا اشنو محتاجين باش الشمعه تشعل؟ ضروري خاصنا الحراره، يعني البوطه مثلا واخا كيكون مثلا الهواء الى اخره، اما شعلناش بهذيك البريكه او القداحه ميمكنش تشعل. اذا بالنسبه للقداحه، اذا هنايا بالنسبه لابد من وجود الحراره ليتم الاحتراق، لابد من وجود الحراره اللي كتوفر لنا الطاقه، يعني كتسمى الطاقه الحراريه. وكيما كتعرفوا كاين مجموعه ديال الطاقات، الطاقه المائيه، الطاقه الكهربائيه، الطاقه الريحيه. اذا هنايا باش تشعل لينا ليتم الاحتراق شنو خصنا؟ لابد من وجود الحراره اللي كتوفرها لينا هاد القداحه. اذا ليتم، اذا نجاوبوا على السؤال الاول، ليتم الاحتراق لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود ماذا؟ قلنا الحرارة. واخا كاين الهواء خاصنا ضروري الحرارة. إذا الحرارة شرط من شروط الأساسية للاحتراق. إذا الحرارة هي شرط، إذا شرط من شروط الاحتراق. إذا نشوفوا ثانيا، أحدد شرط الحصول على احتراق الشمعة. إذا بالنسبة نوع الطاقة التي توفرها القداحة، إذا هي الطاقة الحرارية. إذا ليتم الاحتراق لابد من وجود ماذا؟ من وجود الطاقة الحرارية. إذا نوع الطاقة التي توفرها القداحة لاحتراق الشمعة هي الطاقة الحرارية. إذا النوع، إذا نجاوب على السؤال واحد، نوع الطاقة التي توفرها القداحة هي ماذا؟ هي الطاقة الحرارية. نسطر على الطاقة الحرارية. إذا غنعمل لكم هنايا الطاقة الحرارية. إذا غنمشيو دابا نشوفو السؤال الثاني. إذا بالنسبة للسؤال الثاني قال لك أحدد شرط الحصول على احتراق الشمعة. إذا ما هو شرط الحصول على احتراق الشمعة؟ شرط الحصول على احتراق الشمعة هو وجود الحرارة أو شرارة الاحتراق، خاصنا ضروري هاد الشرارة. إذا واخا تكون هنا كاين عندنا الشمعة وكاين عندنا الهواء، ما كاينش عندنا هاد الشرارة ديال، يعني ديال الشمعة، ديال الشرارة ديال القداحة، يعني شرارة الاحتراق، ما يمكنش الشمعة يعني تشعل. إذا شرط الحصول على احتراق الشمعة هي ماذا؟ هي وجود الحرارة أو شرارة إذا الاحتراق. إذا غنشوفوا، غنكتبوا السؤال، الجواب ديال السؤال الثاني. إذا شروط شرط الحصول يعني باش تحترق الشمعة خاصنا ضروري وجود الحرارة، يا وجود هذيك الشرارة ديال هذيك القداحة. إذا شرط الحصول واخا يكون الهواء ولكن يكون موفر جميع الشروط، ولكن أما كانش الحرارة ما يمكنش تشعل الشمعة. إذا شرط الحصول على احتراق ماذا؟ على احتراق الشمعة وماذا؟ هو وجود الحرارة أو ماذا؟ أو شرارة الاحتراق. إذا كاستنتاج غنقولوا ماذا؟ إذا يعني الطاقة الحرارية هي شرط من شروط الاحتراق، هذا هو الاستنتاج. إذا هذا هو الاستنتاج. إذا بالنسبة الحرارة يعني الطاقة الحرارية هي شرط من شروط ماذا؟ من شروط الاحتراق. إذا أول حاجة شفنا الشرط الأول هي الحرارة لا شالور. إذا نمشيو الشرط الثاني أو النشاط الثاني، ضرورة الهواء للاحتراق لا نيسيسيتي دو لير بور لا كومبيسيون. إذا أول حاجة بالنسبة للشرط الثاني شنو نعملو؟ أشعل شمعتين وأترك الأولى
الأولى في الهواء الطلق وأنكس فوق الثانية كأسا وقدم تفسيرا لانطفاء الشمعة الثانية. إن شنو عندنا في الوثيقة الثالثة؟ الوثيقة الثالثة أطلق ماذا هنا يجمع منا؟ خلينا الشمعة في الهواء الطلق، إذا خلينا في الهواء الطلق. وبالنسبة للوثيقة الرابعة شنو عملنا؟ الشمعة يعني نكسنا فوقها كأس، إذا يعني دخلنا كأس فوق هذه الشمعة. إذا شنو وقع؟ أقدم تفسيرا لانطفاء الشمعة الثانية. إذا عندنا هنايا بقات الشمعة مشتعلة حيت عندنا الهواء، إذا الهواء. وهنا في الوثيقة الرابعة من عملنا الكأس شنو وقع؟ طفات الشمعة لأن الهواء نفد، إذا بقى الهواء نفد داخل، إذا داخل هنايا ما بقاش يعني داخل الكأس ما بقاش الهواء، يعني من انكسنا هذاك الكأس فوق إذا الشمعة يعني ما بقاش الهواء. وشفنا في الحصة اللي قبل أن يعني الهواء كيحتوي على ثنائي الأكسجين وثنائي الأوزوت، وبالنسبة للأكسجين هو المسؤول على احتراق الشمعة. إذا هنا نقولوا الهواء راه فيه ثنائي الأكسجين وثنائي الأوزوت، إذا واخا تبقى يعني هنا يعني ثنائي الأوزوت ولكن أكسجين مشى مما أدى إلى انطفاء الشمعة، يعني ما بقاش عندي الهواء داخل الكأس. إذا نجاوبوا، أقدم تفسيرا لانطفاء الشمعة. إذا انطفأت الشمعة لأن منعنا عنها دخول الهواء، إذا انطفأت الشمعة لأن منعنا عنها دخول الهواء. إذا جاوبوا على السؤال 3. إذا انطفأت الشمعة لأن منعنا عنها دخول الهواء، لأن منعنا عنها دخول الهواء. دخول الهواء ما نقولوا الهواء يعني راه فيه الاكسجين ثنائي الاكسجين وفي ثنائي الازوت، ما نقولوا هنا الهواء بشكل عام. اذا منعنا عنها دخول الهواء. اذا جاوبنا على السؤال 3، ما بقاش هواء مما ادى الى انطفاء الشمعه. اذا نمشيو دابا نعيد التجربه ومشينا الباء، اعيد التجربه نفسها باستخدام قنينه اكبر حجما من الكاس. اذا الوثيقه 5 شنو عملنا؟ في الاول نكسنا الشمعه بواسطة كأس، ودابا خدينا قنينة كبيرة كما كتشوفوا ونكسنا الشمعة. اشنو لاحظنا؟ ان الشمعة بقات شاعلة لمدة اكثر. فلماذا؟ اذا غنحاولوا نجاوبوا وقارن بين النتيجتين المحصل عليها باستعمال الكأس ثم القنينة. اذا اشنو عملنا عند نكس الكأس؟ اشنو عملنا على الشمعة؟ انطفأت سريعا. اما في التجربة الاخرى ديال القنينة كانت القنينة اكثر حجما، اذا لان وعلاش ما انطفات الشمعة سريعا؟ لان كمية الهواء بداخل القنينة اكبر فاخذت وقتا اكثر. اذا اشنو هنايا؟ هنا كان هنايا بالنسبة الحجم، اوكي الحجم ديال يعني الكاس كان صغير ودغى يعني مشى هذاك الهواء، مشى الهواء طفات الشمعه. هنايا شنو كاين؟ هنا الحجم ديال الهواء، هنا حجم كميه الهواء داخل القنينه، اذا كميه الهواء داخل القنينه اذا اكبر من كميه الهواء داخل الكاس. علاش هنايا بقات هذه الشمعه مده طويله عاد طفات؟ لان كميه الهواء داخل هذه القنينه الكبيره اكبر من كميه الهواء داخل هذا الكاس. اذا غنكتبوا الجواب ديال السؤال 4. إذا 4 شنو نقوله بالنسبة الجواب أو التفسير؟ لأن عند، إذا نقول عند ماذا؟ عند نكسي، عند نكسي، عند نكسي ماذا؟ عند نكسي الكأس، عند نكسي الكأس أشنو وقع؟ على الشمعة، على الشمعة انطفأت سريعا، انطفأت سريعا. لماذا؟ لأن كمية الهواء كانت شوية، انطفأت سريعا. أما في تجربة القنينة، أما في تجربة القنينة شنو وقع؟ كان حجم الهواء أكبر فاستمرت في الاشتعال مدة أطول. إذا لأما في تجربة القنينة ماذا نقول؟ كان الهواء القنينة يعني القنينة كانت أكثر حجما، إذا بالنسبة القنينة كانت أكثر حجما من الكأس، إذا القنينة كانت أكثر حجما من الكأس وبذلك يعني كمية الهواء بداخل القنينة وبذلك كانت كمية الهواء ماذا؟ بالقنينة بداخل القنينة ما كيف هي بداخل القنينة؟ كانت كمية الهواء بداخل القنينة أكبر فأخذت ماذا؟ وقتا أكثر. هذا هو التفسير. إذا نمشوا آخر سؤال دابا، عن سنجو
الخليط الغازي الضروري لحدوث الاحتراق. اذا هنا واخا كاينه الحراره، يعني كاينه الطاقه الحراريه، وهنا ولكن اللي ناقص ان وجود الهواء. اذا شنو هو الخليط الغازي الضروري لحدوث الاحتراق؟ هو الهواء، وبالضبط هو ثنائي الاكسجين. ولكن غنقولوا بشكل عام ان الهواء شرط من شروط الاحتراق. اذا شفنا جوج شروط، الشرط الاول هو الطاقه الحراريه، اذا هي شرط من شروط الاحتراق، وكذلك الهواء شرط من شروط الاحتراق. اذا نكتب الخليط الغازي الضروري، اذا نكتب خامسا الخليط، اذا الخليط الغازي الضروري الضروري الضروري، اذا الخليط الغازي الضروري لماذا؟ الضروري لحدوث الاحتراق، لحدوث الاحتراق هو الهواء، هو الهواء. إذن عندنا الهواء شرط من شروط الاحتراق، والطاقة الحرارية شرط من شروط الاحتراق. إذن عندنا شرطان اللي شفنا، الهواء والطاقة الحرارية شرطان من شروط الاحتراق، خاصهم يكونوا بجوج باش تقدر تشعل هذيك الشمعة، يعني باش تحترق. يعني شروط من شروط الاحتراق هي الطاقة الحرارية والهواء. إذن شوفوا مجموعة ديال المصطلحات اللي خاصكم ضروري تعرفوهم بالنسبة لهاد الحصة. احتراق كيتسمى كومبسيون، اوكي، كومبسيون، اوكي، قداحة بغيكي، حرارة شالور. اذن احتراق كومبسيون، اذن احتراق كومبسيون قداحة بغيكي، حرارة شالور. اذن سالينا صفحة 10 من كتاب التجديد في النشاط العلمي. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، شكرا والى اللقاء، ونتمنى نكون فتكم بهذا الدرس.